ورجعنا لكم بتحدي جديد. اول مره تحدي رباعي، اكتر تحدي بكرهه في حياتي. ليه؟ دي اول مره اصلا، احنا لسه ما قلناش يا بسم الله. اول مره رباعي، بس مش اول مره رباعي. الفكره بقول لك ايه، ما تجيبني جنب الولايه القرشه، انا اجيبهولك. خش عليا مفيش حد. ده بقى مكان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا. على فكره مفيش اي فرق، لان انا بالنسبه لي انا جرجس هنا مش حاجه مهما تطبلي له. النهارده جرجس مش هيقف في صفك عشان انا غسلت له هدومه. ست بتموت، ست بت شاطره جدا. لا وغسل مواعين اول امبارح. اوه هو ده اللي الذوق الصالح. لا ده اوبشن عشان عايز كوبايه اطفح فيها. فكره التحدي بتاعت النهارده هو تحدي الاسئله المحرجه ما بين البنات، ما بين البنات وما بين الولاد. قصدك ايه يا اسطى بالقلم الملك؟ احنا هنسالهم اسئله وهم هيسالونا اسئله. ما شاء الله ما شاء الله. لا فكريتي ما فيش. انا حياتي اتغيرت بجد. كل واحد عنده اسئله بتجيله في ورق زي كده وهو يبتدي بقى ان هو يسال التاني. انا هسالهم سؤال، مش لازم ان انا اللي اتجاوب او شاهد اللي اتجاوب، الجروب بتاع البنات كله يجاوب. المهم قبل ما نبتدي فكره التحدي، ما تنساش انك تشترك في القناه وفي نفس الوقت ما تنساش تدوس لايك وتفعل الجرس. لا مش كده، مش هيدوسوا لايك. ما تنساش تدوس لايك. درجه يعني عشان هو اللي قال صوتك. مش بيحب صوتك. صوتك ليه؟ مش بيحب صوتي. ليه صوتك شبه الخروف الجعان؟ بما انكم بتحفلوا على فريقي عايزك تطحن. اديهم سؤال على طول. تدريج تدريج. لا 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 مش تدريج. خش. ليه البنت بتتضايق لو شافت بنت تانية لابسه زيها بالظبط؟ ايه اللي يضايق في كده؟ عشان احنا بنحب نكون كرييتيف مختلفين عن بعض. انا ما بتضايقش عادي صراحه. ايه دي بتسرق هدوم اخوها اصلا؟ هما الاثنين بيشتروا من الوكاله وامها وابويا. ازاي هي بتسرق المنطقه كلها؟ بيبقى شبكتهم حلوه قوي بجد. شوف عرفت ان احنا المبدا ده مش عندنا خالص. دي اشاعات. انا اتضايقت ان انا شفت واحده على فيسبوك كده لابسه نفس الجاكيت اللي انا جبته في العيد. ليه بقى؟ عشان كنت فاكره ان انا هبي ديفرنت. مختلفة. بس اكتشفت ان انا في كتير زيي. انتي عشان تبقي ديفرنت محتاجه ما تجيبيش من الوكاله. ما جبتش من الوكاله والله. ده جاكيت 1300 جنيه. كانت ايه الوكاله دلوقتي ب 1300 جنيه؟ لا ما جبتش من الوكاله صدقني. قلت له كل واحد فيكم لوحده. ايه اكتر مشكله بتواجه كل واحد فيكم مع خطيبته؟ هو ده كان بالورق. انا من ناحيتي ما عنديش مشاكل، هي زي الفل وانا ما اقدرش اشتكي منها. مفيش حاجه. انت احنا ما عندناش مشاكل. ايوه ايوه احنا متاكدين واخدين. اخويا هسالكوا سؤال تاني عادي جدا يعني. انت ما اقتنعتيش بالاجابه دي، حاجه ما ترجعش عشان هي بجد مش مقنعه. وكلنا بنتخانق يعني، كلنا عندنا مشاكل. ازاي يبقى عندي مشاكل؟ ماشي. بس لما بيبقى في قاعده كبيره، ليه احنا كبنات كلنا بنقوم ندخل الحمام مره واحده؟ تفتكروا نكون جوه بنعمل ايه؟ سيب لنا الطلعه دي تقريبا عشان نسمع الافكار الرهيبه بتاعتك. ماشي. انتوا ايه بتروحوا تونسوا بعض؟ تاني حاجه السيلف الجماعي. هو انت السبيكر؟ صح. هو انت ما بتردش ليه؟ طب اكمل سنه؟ ما غششوا الاجابه، ما غششني. احنا قلت لكم الفريق كله يطلع منه اجابه. اسمعش تغش يا اخويا. المهم كنا بنقول ايه؟ ان احنا بنونس بعضينا. بتونسوا بعضيكم وصور سيلفي، ولو واحده عايزه تحط روج مختلف بتاخد من الثانيه. مش الاجابه الصح. اوكي ها في حاجه مهمه قوي. بجد لسه ما قلتهاش يعني. اول حاجه ثانيه واحده عرفت منين؟ ميزوكي كورس. صح. هو انت ما بتردش ليه؟ طب اكمل سنه؟ ما غششوا الاجابه. شيخري تسنى نخش الحمام عشان ننم على كل واحد قاعد على القعده. لا لا عليك. كل واحد قاعد على القعده. انهي قاعده؟ اللي في المطعم ولا ال دواسو؟ اللي في المطعم. بننم على كل واحد في المطعم قاعد معانا، وكل واحد في القعده. شفت قال ايه؟ لا 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 شفتي بصت ازاي؟ ثانيه واحده. عندي يعني حاجه افهمها، ده مش سؤال. حابه تقوموا من القعده عشان تنموا وترجعوا تكملوا؟ دي طبعا دي احلى قعده. اقسم بالله دي يا لهوي. لا ولما نرجع بقى. ايوه فاهمين. وانتوا لا اخر مره ابوكي ضربك فيها امتى؟ ما بنضربش اصلا. كدابه. لا فكك. بصي فك، انا اتضربت من ابويا. بصي خلينا نكون صراحة، كلنا اتضربنا وكلنا كنا مأملين وكلنا سرقنا لحمه من الثلاجه. لا لا بس صوابعك كفته. لا لا بس ده ليله العيد عشان انت عندنا احنا كفته بتخش مش ليله العيد. انما الكفته موجوده
ليه انت بابا جزار ولا ايه؟ احنا تلتين السنة صيام فاحنا مالناش دعوة بالموضوع ده. ها جاوبي، اخر مرة ابوكي ضربك فيها امتى وليه؟ امتى؟ مش فاكرة. وضربني ليه؟ عشان دفعت عن اخويا، قام كلني قلم، قعدت ساعتها 15 يوم ما كلموش. ممكن تقولي القلم ده ازاي؟ على فكرة انا بحكي بجد، بحكي حاجة متأثرة. ساعتها انهارت بقى وقعدت. استنى بتحكي متأثرة؟ خش بالمود. وقعدت بقى متضايقه وقعدت 15 يوم ما بكلموش وبس. وبعد كده احنا بقى ما بنتصالحش لحد بس لما ماما قعدت تقول لي لا انتوا هتفضلوا حياتكم كلها كده اتصالحوا. قلت له بقول لك ايه حالي، بقول لك اخش الاوضه تخصكوا كده هنصالحكم. كنت مشيت بس انا من جوايا شايله في نفسي توكسيك. تجاوب بابايا ما لو من كام سنه قوي زمان جدا يعني، ومش فاكره طبعا السبب، ومش فاكره ضربته. جماعه ممكن احكي لكم مره ثانيه بابا ضربني ليه؟ عشان سرقت حاجه من الكانتين وما دفعتش فلوسها في المدرسه. وجارنا هو اللي فتن عليا. انا فاهمك، كانت الدنيا زحمه ما بحبش النوش. انا دخلت الحاجه من السوبر ماركت وقلت في دماغي بحاسب بكره. فمين اللي شافني؟ جارنا. قام نزل قال لابويا. راح بابا قعد يقول لي بقى هو انا بديكي مصروف ليه؟ هو انا ما اعرفش ايه. وكانت تديني علقه. بس رحت تاني يوم مدرسه دفعت الفلوس عادي. والله العظيم يا عم طلعت الدرجه دي عظيمه. استنى ملف كتبي وقال لي انت مالكيش تعليم تاني، انا هجيب لك قفص جرجير وتقعدي تبيعي جرجير. واصحابك فرحه مجانيه عادي يشوفوكي كده وهم تشوفي ماما في المدرسه وهم يشوفوكي وانت بتبيعي جرجير. الراجل ده كان نفسه يربي ولد، دي تربيه الولاد. فاكره اما ابوك اغلى هديه جبتها لخطيبتك القديمه بكام والجديده بكام؟ ارد انا ولا لا؟ ما عنديش قديمه. ليش يا رب ليش؟ اغلى هديه جبتها لخطيبتي القديمه 160 جنيه اكيد. انا جبت هديه مره واحده بس، الجديده بقى دي كانت هديه غاليه جدا عشان هي كانت الهديه اللي في حياتي. دلوقتي جه دورنا ان احنا نساله. خش يا كبير، ده الكبير بتاعي ده يا جدعان. فلوس وسلاح وسطوه وجيش 3000 غفير. ايه اكتر صفة مش بتحبيها في نفسك؟ رغاية، قصيرة، على طول جعانة، على طول تعبانة، على طول محتاجة اهتمام، على طول محتاجة شاحن للموبايل بتاعي اللي بيفصل. على فكرة دي كلها مميزات. انا كل المميزات. لا لا بجد بقى، بجد بجد. اكتر صفة مش بحبها في نفسي؟ ما تقولي انت يا شهادة لو بفكر. اوكي، انا عصبيه قوي وخلقيه قوي برضه. هو بالتالي عصبيه اكتر. يعني خلقيه يعني خلقيه ضيق. فما تسالنيش السؤال تاني عشان ما نكدش عليك. دي خلقها ضيق. ماشي ماشي، قلت لك عصبيه فاهم. انت كسرت روز عليك. على مشاهد الجامعة اقول لك انا اكتر صفه بخاف على زعل اي حد حتى لو ضربني. مين ده؟ مين ده؟ يلا ده انت بتجلد. يلا شفت ايوه شفت. استني ماشي، عايزه اتعلمها. املك اعملها صح كده. انت انا ما بتتكلمش بجد عشان انت راجل كداب بامانه. لا التحدي ده مش عايز الكد. ثانية، هو مين اللي بيتكلم؟ انا انت بتخاف على زعل اي حد حتى لو ضربك؟ لا بص، عرفت ان هو كداب. بشيل هم ولا لا؟ بعد ما بتموته ولا بعد ما بموته؟ بعد ما بتموته بتحس بتأنيب الضمير اللي انت موته. لا لا لا، بشيل هم عربيه الاسعاف بس. شوف محدش مصدق يعني، واحد اثنين ثلاثه مش مصدقينك، اقرب اثنين ليك مش مصدقينك. انت متخيل؟ انا عارفه. بس والله لو هنتكلم بجد فبدي للناس قيمه اكتر من قيمتها. او ماي جاد، شايفين اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الحقونا الحقونا بجد. انت اوت اوف اللعبه دي ولا ايه؟ ما ترد يا غالي، القعده دي كلها رايحه جوانا كلكم بتكذبوا. فانا هكذب ليه؟ احنا طلعنا من الورق دخلنا في الموبايل. الاسئله بتاعتكم انتوا بقى. لو عرفت ان صاحبك بكس بتتعامل معاه ازاي؟ ويعني ايه اصلا بكاسه بالنسبه لكم كاولاد؟ يعني بتقفشوهم ازاي او بتتعاملوا معاهم ازاي؟ بتقول لك لو عرفت ان صاحبك بكس بعون الله. مفيش واحد في اصحابنا مش بكس. يعني ايه بكس من وجهه نظركم كاولاد؟ اللي هو بخيل. البكاسه بقى عندنا احنا كرجاله ما بيحبش يدفع حساب، بيستلوح. يعني حتى مثلا في الارتباط بيبقى بكس بياخد كل البنات مثلا، فاهم؟ بكس مثلا ما بيحبش يخلي حد، بيحب ياكل اكل اي حد رغم انك تنبهها عليه. هتقول له تاكل اول ما تجيب الاكل؟ مش هتاكل؟ احط الاكل ياكل معاك. اول ياكل معايا ايه؟ انا اللي باكل معاه. فكر نفسه فود ريفيور بروح امه، فاهم؟ ان هو يمسك كده ايه ده؟ البيتزا دي جامده قوي. خيروك دلوقتي، قالوا لك ايه؟ هتختاري واحد من الاثنين هو اللي هيعيش، اخوكي ولا خطيبك؟ يا لهوي على السؤال. السؤال ده خطير. يعيش مش هتتخلى عنه مثلا؟ لا مش هتتخلى عنه، تكمل معاه بقى. بس الاثنين اتخانقوا مع بعض تمام؟ وواحد فيهم قال يا انا يا هو، هتختاري مين؟ مين بيتفرج على الفيديو؟ تا 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 تا. بص بص بص، اول مره اشوف ان انا اتحول كده. لا مش عارفه، انت اتحطيتي في مقارنه. خلاص ده بقى جوزك مثلا وده اخوكي والاثنين بيبقوا. لا جوزي حاجه وخطيبي حاجه.
ماشي. لا خلينا في الوضع الحالي، اخوكي ولا خطيبك؟ انا بعد الاجابه اللي دي بقى كده اختار اخويا. اجابه صح. ردي على يوسف بسرعه. بنت اخويا حاجه يوسف بسرعه. لا 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 بحب اخويا، بحب يوسف يعني. ايوه بس بنت ده اخوكي مرتبط بيكي خلاص اكيد. بس لو جوزي، لا جوزي ما كانش لازم تقولي كده. هقول لك ليه. لا 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 بجد، لو كان بجد هقول لك ليه. لان انا اوريدي خلاص اتجوزت، اكيد مش هرجع بنت ابويا دي. اللي بيصير اصل انا لو حصل فانا هتطلق، وانا ما ينفعش اطلق مسيحيه، ما ينفعش اعطيش طلاق فاهم، فبالتالي هيرجعني بيت ابويا غضبانه فابويا هيطردني. اسالوا انتوا ربنا ما يجيب. نفس السؤال ليك، اخوك ولا خطيبتك؟ اخويا طبعا. اخويا اللي هيشيل جنازتي، اللي واقف معايا في شغلي، اللي بيذاكر معايا، نايم معايا، هيجيب لي صندوق ادفن فيه كده، واللي هتصوت عليه عادي. ما كله هيصوت. ايه ده؟ مين مسيطر؟ فاهمة. انت ولا خطيبك؟ خطيبي طبعا. بمشي على عجين مرض، انا اوامر ماشي على الارض. ياسمين عز والله انا اوامر ماشي على الارض. والله كدابه يا ابني. لا وحياه ربنا. اللي يخش معاكي في علاقه محتاج ان هو يقول حاضر بس. لا ليه؟ والله حاضر بس. لا ما هي قدامكم تبان انها جامده، ما اكيد قدامي مش هتبان انها كده. انا اللي بقول حاضر هتبقى باين كتكوت بقى. يلا جدرنا. لو انتوا في قاعده وصاحبتك بس ايه، هل هتكملوا فيديوهات بعد الجواز؟ كمل فيديوهات بعد الجواز. ايوه اوقف ليه؟ اوقف ليه؟ انا شغلي شركه تشطيبات، بس انا اصلا بحب اليوتيوب مش هبطل. انت اصلا شطاف وانت شخيره. اسمها شخيره. في انسه بقى. فين الانسه؟ يبقى شخيره زمانها صح. هتعملي ايه لو خطيبك ساب؟ انا زهقت لك وصاي بقى كده. ايه ده؟ ايه الاسئله دي؟ هو سابني؟ هروح البيت اقول له تستني ليه؟ لا سابك خالص بقى، قال لك بص يا بنت الحلال انا نفسي في طول اكبر من كده. هما 3 ايام. اول يوم ايه ده سابني واقعد اعيط واصح واتصل بصحابي ونجيبهم ونعمل قعده واحكي لامي واحكي لابويا والجو ده. تاني يوم لان هو ما اتصلش فهو بالتالي ما بقاش موجود، فبدات ايه ان هو يتسحب مني واحده واحده، بقيت عايزه انزل مش هكلمه فافتكر فاقعد اعيط شويه. تالت يوم خلاص انا عرفت ان هو مش موجود فخلاص. التسجيل واضح عندك معايا رقمه بقى. بس كده كده هو مش هيسيبني عشان انا ما اتسابش. دي هنقصها. انا فرصه ما تتسابش وما تتعوضش يا يوسف يا حبيبي. انت لو عليكي سير مش حدش هيشتري بنتنا يا ابني. انا ما شفتش حد بيقول على بنته كده. طيب انا هسالك سؤال كمان عشان انتوا بقى تسالوني اسئله واسيبك خالص، عشان احنا اصلا خلصنا اسئله. انت ما تخطبي طيب عشان اعرف اسالك. انا هنا ومراقبه عليكم. ابو تقول ده ام والله العظيم بشوف علاقتكم الفاشله. هو واد فاهم. ايه 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 مالش حاجه. ايه ايه انا لا يا واد مالش حاجه. قلت حاجه؟ انا قلت حاجه. هو قال حاجه؟ انا سمعت حاجه. انت سمعت حاجه؟ انا سمعت حاجه. انا مالش حاجه ولا انت سمعت والله العظيم بقولها. لو خطيبك بيت خطيبي يا خطيبي معلش ده محتوى خطيبك قال لك بعد الجواز مفيش سوشيال ميديا، تمسحي كل حاجه وهيبقى اكونت برايفت، هل هو هيديني اللي كانت بتديني السوشيال ميديا؟ لا بس هو لو بعد الجواز كلمته صفر على رقبتي ده كده كده. ياسمين عز موت. اقعد اخويا قلب نخش في السؤال. طيب ايه احسن طريقه في الولد بيخلع بيها من البنت؟ على حسب، يخلع دلوقتي ولا يخلع خالص؟ هو في فرق يعني يخلع من القعده ولا مع السلامه؟ طب ما مفيش فرق بينها. ما هو رد لي على اجابتين. لا لا استنى، هي مش اجابتين، هي اجابه واحده. لا يخلع خالص ولا القعده دي هيجي له تليفون ويمشي. سهله اتعملت كتير قبل كده. تعالى يا صاحبي قول كل اللي انت هتعمله. هتبتدي تبارد وتقول ان انت عندك ضغط شغل، مش هترد بالثلاث اربع ايام، هتقول لك انا مش مهتمه. شايفين الصنف اللي انتوا بتدوا له كلكم مشاعركم؟ هتعيط لك شويه في التليفون وتقول لك انت ليه بتعمل فيا كده؟ مين دي اللي تعيط يا حبيبي؟ انت خدت الكلام على نفسك ليه؟ طيب لو انت كنت نازل في ديت وصاحبتك اصرت ان هي اللي تدفع هتعمل ايه؟ لا بس بجد ايه لو اصرت تدفع خلاص وفرت هعمل لها ايه؟ اصل انا خلقي ضيق، انا لما اقول انها هدفع يبقى انا هدفع. اول حاجه بصي انا عامل زي الخطيب، لو انا هقول حاجه خلاص خلصنا مش هنفتح موضوع الا فاهم، امسك ام الورق على ام كده. انت بلا تعرف لو جرجس قفش كنت عامل كده يبقى ارجع حاجه. هو ده جرجس بس جرجس متحول. جرجس سهلة بالله ارجع لشخصيتك الحقيقيه. استهدى بالله. لا ما تزيدش بقى لأم لحفك واحدة
واحده كده انت ناسي ان انا كنت هضربك من شويه وسكت عليك ولا ما توقفش قدامي لو انت مش محبوب عند اهل خطيبتك هتعمل ايه؟ وان انت لما بتخطب حد بتخطب يعني بتاخده باهله عيلتها بقى مش قبلاك. وهي لسه خطيبتي؟ لا انت لسه هتخطب. لسه هخطبها وعيلتها مش بتحبني يعني خلاص يعني فرحتي الخطب. بقول لكم ايه؟ بقول في بدايه الخطوبه عرفتوني ما كانش سؤال. هي فعلا امها ما كانتش طايره فعلا امها كده طيب بس انا مشيت بمثل ايه اللي يوقع البنت يوقع امها وجلونت الاثنين. اقول لك حاجه لو ابوها كان عايش كنت جلونت هو كمان. انا شايف ان انت طالع الدبله من دلوقتي عشان شكلك مش هجاوب الفيديو الجاي وانت من غير الدبله. الخطوبه دي بيزنس ازاي تكسب اللي قدامك. شايف انا محتاج اشتغل مع الشاذلي يجيب صفقات. يعني انا مش بتاع نسوان بس وقعت في ايدي صفقه نسوان. انا هقول لك انا هعمل الصاحب الاسود بينفع في اليوم الاسود. هجيبهم كلهم تمام واخليهم يعكسوها تحت البيت تمام واجي انا بقى اعمل فيلم وبطل ومش عارف ايه وانقذها بقى طب ما انت كده تنقذها ايه مش كده لا الدنيا سير تعالى بس تعالى عشان ما بقطعتنيش اصلا. لا جاوب هعمل فيلم كان حد ضايع في الشارع. انت كده بتعمل فيلم وانا هنقصك الكاميرا. انت كده ناقصك الكاميرا بس ما انا هبقى مصورها بكاميرا عشان انزل لهم في حل هم عايزين يفكوا الخطوبه. المهم يا جماعه لو عجبكم التحدي اهم حاجه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس ولو حابين جزء تاني وصلوا التحدي ده 150 الف لايك ونشوفكم الفيديو الجاي.